ايه الاخبار يا سحر؟ عاملين ايه؟ وانا سهل بيكم فيديو النهارده من قناه بس منبه. النهارده انا باللعبه اللي قلت لكم عليها امبارح في اخر الفيديو اللي هي اسمها ويسبر ويند، اللي هي اللعبه الرعب من نفس المطور. اللي لاحظته هوريه لكم دلوقتي ان غالبا المطور ده برازيلي، يعني هو حاطط العلم برازيل عشان يتكلم عن اللي هو يعني اللغه البرتغالي، فشكله برازيلي والله اعلم. صوت اللعبه اعلى حاجه، فخلينا ندوس بلاي. والنهارده يعني المفروض ما يبقاش فيه منبه بس هظبطه وخلاص. بيقول لك انت اتقبض عليك، دي اول ليله ليك في سجن ويسبر ويند، في حاجة حصلت وانت نايم وانت اللي المفروض تكتشف ايه اللي حصل. فكر قبل ما تعمل اي حاجة. اوكي انا في سجن. اوه جرافيكس احسن من المارفيت. ايه ده؟ انت مين؟ Who are you؟ هو الماوس فين؟ انا اوكي انا تقريبا قللت السنسيتيفيتي في اللعبة قوي فالماوس ما بقاش يتحرك؟ ده ايه السيتنج الغبي ده؟ ما علينا. طيب في طوبه، ايه ده؟ لحظه، ايه ده؟ اوكي دي خريطه بتاعت المكان. مرتبه واخدها ازاي؟ بالماوس. اوكي لحظه، انا فين؟ انا في البوابات او في الزنازين قصدي، المفروض قدام اللوك داون، ولو طلعت بره هبقى في الساحه الخارجيه تقريبا. اوكي ده سجن. ايه ده اللي ممكن تفتح الباب بتاعه بطوبه ده؟ هو ليه الكاميرا بتاعتي ما بقتش متسنطره تاني؟ لحظه واحده، المفروض دي تبقى كده شويه. كده تو ماتش؟ لا كده كويس؟ اظن كده كويس. ماشي معايا. بنفس الكشاف بتاع اللعبه اللي فاتت. موضوع الماوس ده مستفز، او ان الماب الاي يعني مستفز جدا. طيب احنا في الزنازين دي. عندهم جوه قصير تفاح. ما اعرفش ليه عندهم في السجن حاجه زي كده. بس المفروض هيبقى اللوك داون تقريبا. ده اللوك داون فعلا، يبقى انا فاهم الدنيا صح. دي الساحه الخارجيه اللي انا كسجين اقدر افتح بوابتها عادي خالص، فلا واقعيه لغايه دلوقتي. اللوك داون مش شغال، معمول اللوك داون. الحمامات فيها حاجه؟ هو برضه فتح لوحده ولا ده الظل هو اللي خلاني احس بكده ولا ايه؟ هي كل الحمامات مقفوله، كل ابواب الحمامات مقفوله. اوكي لحظه، ما يكونش ينفع اعمل. لا طب ينفع اوطي؟ ما ينفعش اوطي. اوكي ده الكشاف بيقفل كده وبيفتح كده. اوكي طيب مش عارف ايه الصراحه شعور اتجاه الجرافيكس اللي من النوع ده، هي مريبه شويه بس برضه في نفس الوقت غريبة شوية. لحظة، أنا لسه كنت هقول، ما تقوليش نفس بتاع؟ أنا محتاج حاجة أفتحها. أوكي محتاجين مفك أكيد أكيد، وده نفس المفتاح، ومحتاجين مفتاح أكيد. أوكي تمام، على المهم عرفنا ولقينا مفك نعمل بيه إيه. هو ده إضاءة ولا ده وحش ولا إيه؟ لا إضاءة. لو الإضاءة دي في حاجة عندها مهمة يبقى برافو. تصدقوا؟ اوكي لا مطور اللعبه شاطر على فكره. مطور اللعبه شاطر عشان عامل كل حاجه. بصوا يعني حاطط لك اسهم، حاطط لك دم، حاطط لك نور، اللي هو انت لو ما لقيتش المفروض تروح فين تبقى انت غبي. اللي هو غالبا هيحصل لي بعد شويه. ماشي شوف بس الدنيا فيها ايه. لقينا لوك بيك. اوكي في حد بيقول ساعدني والحق يتقال. كهور الاليمنت احسن من اللعبه اللي فاتت بتاعت امبارح. يعني ماشي دلوقتي لازق في الحيط حرفيا عشان مش عارف الوحش اللي في اللعبه. والله افتكرت ده شبح الكولر ده، اقسم بالله. وعطشني مش عارف ليه. لحظه واحده، الحمد لله. هو انا كسجين ليه معايا كاميرا فيديو برضه؟ يعني المره اللي فاتت كنت في مكتب ومعايا كاميرا فيديو، المرة دي سجينه معانا كاميرا فيديو. في ايه؟ الكرة الباسكت دي ينفع اخدها؟ ينفع حركة طيب؟ ما ينفعش فيها اي حاجة. اوكي. الكرة دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لو سكيورتي. اوكي اوكي اوكي. اللو سكيورتي بريزنت ده بيبقى سجن فيه الناس اللي هي مش خطيرة قوي، فما بيبقاش اللي هو يعني فاهم خلاص يعني انت محبوس. في هنا ايه؟
ايه والله. اللي انا خدته ده عبارة عن ازازة فيها كحول وكبريت، فاعتقد ممكن اولع بده في حاجة مولوتوف يعني. هنا عندهم بينج بونج كمان، ده ايه السجن الجميل ده؟ طيب ده النيرسري الحضانة. لا مش حضانة، ده الانف. اوكي ام ان ان شرطة دبليو 3 5 7 صح. انت شكلك ايه يا مانس؟ لا 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 3 1 7 8. انت ليه بتحاول تهرب مني؟ صدقني هو ايه اللي حصل ده يا عم؟ انت في ايه؟ في ايه والله؟ ما تخلوني كده اكتشف المكان فيه ايه. طيب احنا جايين عشان ناخد البلايرز دي، فتمام خدنا بلايرز. حلو جو الحروف الغريبه دي، لان الارقام فعلا لو تبص عليها في كذا حاجه شكلها عامل زي الان، يعني لو ان انا معايا الام والدبليو كان الموضوع هيبقى متعب شويه. ماشي ما علينا. هو في نور بيفلكر هناك ولا بيتهيألي؟ لا لا ده وانا بمشي. طب بيقول صدقني مصمم. انا شفت الاوضه دي ما دخلناهاش، دي مكتبه. في حاجه هنا لفيكتور يوجو باتيستا، اهلا يا فيكتور، ارجوك كنسل الاستشاره السيكولوجيه بتاعه جيفري هارمون، هو اختفى بقاله يومين دلوقتي ونعتقد ان هو هرب. السجناء كلهم بيتصرفوا بطريقه غريبه اتجاه الموضوع، و يعني هنعمل لهم تحقيق قريب. الدايركتور فيليب شنايدر. هو ليه تحقيق قريب مع ده سمايلي فيس كده؟ طيب في ده مفك، المفك ده اللي هنستخدمه مع البتاع. ايه ده؟ هوب كيلرز. اوكي دي كتب. اوكي لا اللعبه دي احسن من المره اللي فاتت بكتير. هو ليه ممكن حد يهرب من سجن زي ده؟ مش عارف ايه، بطاطس تقريبا. مش عارف بطاطس ايه، بس بطاطس خلاص. بس اوكي اوكي معانا مفك، حاسس ان في جامب سكير هنا. لا مفيش. مكتب الاوفيس، يعني في حد هرب من هنا. انا بكره الجرافيكس دي جدا والله دلوقتي. كوانا كينو دي اسيس. هو ليه في وانتد بوسترز او بوسترز ناس مطلوبه للعداله جوه السجن؟ مين اللي هيمسكهم يعني؟ والله مين اللي هيروح يدور عليهم؟ ما علينا، خلينا نطلع المفك نشوف ايه النظام. اقول ايوه كده صلحها بعد المره اللي فاتت، ولا دي لعبه قبل دي؟ ما اعرفش مين اللي قبل مين، بس اللعبه دي فيها ميكانكس احسن من اللي فاتت بكتير بتاعت امبارح. اوكي ايه ده؟ فهمت. دي ميني جيم. اوكي اوكي هو بيقول لي دوس على زر رايت كليك ولا ليفت كليك بس. اوكي فتحنا اول زنزانه ما فيهاش حاجه. اوكي ما ادريش انا هعمل ده لكل الزنازن دي. يلا يا عم. طب قول لي، الله يخرب بيتك الاحمر الابيض اللي لحظه خليني اعمل كده احسن. دي الحاجات اللي معايا اهي. اوكي الابيض اللي كان تحت مخليه مش شايف الكلام مكتوب. دوست ليفت كليك. مش هنخلص النهارده. ليفت ليفت رايت ليفت رايت. ماشي اوكي ليفت رايت رايت ليفت رايت رايت ليفت. عارفين ايه اللعبه اللي كنت بفكر فيها بقى وبفكر انا عايز العبها؟ لان من ساعه ما بدات العبها ولا مره كملت فيها اكتر من ساعه لعب.
ستراندد ديب، لعبة قديمة بس المفروض ان هي جامدة يعني. برضو مش شايف من الكاميرا تحت. ها رايت 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 ليفت 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 رايت، هما دايما تقريبا تلاتة ليفت وواحدة رايت او اربعة رايت. سلوان مكتوبة دين كيلهر، انا معرفش ايه اللي فاتني بس مكتوبة دين كيلهر بليف مي. ده ايه ده؟ طبعا مش هشوف حاجة برضو. لا شايف لا، وبرضه نظريتي وات ايه ده؟ ايه يا عم العبط ده يا عم؟ الحته دي طولنا قوي يعني، كان كفايه او اربع ابواب يا عم انت. لا لا، اللون الابيض بيخليه مش عارف اقرا بسرعه. ماشي الكلام هو على الابيض ده، مش عارف ليه دماغي مش عايز ريجستر. طب انا هل انا محتاج افتح بيت الابواب؟ يعني هل دي حاجه مطلوبه مني؟ وفي ايه هنا؟ خدنا مفتاح اوكي، في ورقه هنا. طيب فاحنا لقينا بتاع هنا وهنا عشان في ورقه. يا راجل يا محترم، مكتوب فيها المفروض تعمل ايه؟ ماشي اكيد كان فيها اتشيفمنت او حاجه واحنا ما خدناهوش. ماشي طيب، معانا ايه كده يعني؟ ناقصنا ايه؟ انا خدت كروبور. طيب خدت كروبور، اعمل ايه بالكروبور؟ انا الباب اللي هناك ما شفتوش، ولا كان في حاجه مقفوله بخشب؟ هو ده ايه نظامه ده؟ هو ده مقفول بخشب اهو، كروبر بقى. ولا خدت بالي منه اصلا المكان ده. ده الاوفيس اوكي. مع اني ما شفتش ورقه وحش بعيني لغايه دلوقتي، بس عجباني اكتر من امبارح. اوكي وشوشه، وانتد بوسترز، دونتس، سندوتشات لسه ما نصها متاكل، تليفون بيرن. لحظة موشي موشي، الشغلانة خلصت شكرا. القذر القذرة دي تستحق اللي حصل لها، بس في حد شافني. ايه ده ازاي؟ انت ازاي خليت ده يحصل؟ انا هتصرف في الموضوع. اوكي 1 2 9 8 اخر 3 ارقام 4 ارقام. ده ما يفتحش. خليني فاكر 1 2 9 8 دي عشان شكلها هتلاقيها، معرفش ايه. هنشوف. اوكي A يساوي 1، فا A B C يعني 3 5 8 3 5. طلعت عمو كامل 8 3 5. خدنا المفتاح. ده ايه ده؟ ايه المذر بورد دي ولا ايه ده؟ سيرفرز. اوكي ازاي تخلي السجن السيرفر بتاعه مفتوح للناس كده؟ دي اخطر حاجه ممكن تحصل. افتح الباب يا عم. السلام عليكم، حضرتك مين؟ حضرتك مين؟ حضرتك السكرين الثامنيل؟ حضرتك الثامنيل؟ استنى حضرتك، استنى حضرتك، استنى يا فندم. ماشي يا فندم. طيب اوكي، هنا في سكينه. أو واضح ان انت كنت بتتعذب صح؟ احمر احمر اخضر اوكي، احمر احمر اخضر، احمر احمر اخضر، احمر احمر اخضر، 3 6 2 9 صح؟ 3 6 2 9. حلو حلو اوكي. لحظة خلينا نقرا الكلام ده. مزعج جدا، هو خد اللي يستاهله. ليه ما كانش ينفع يسكت وخلاص؟ انا ما كنتش محتاج منه ان هو ايه؟
ما كنتش هحتاج اعمل كده لو هو كان مشي بدل ما يدخل في الدخل في اللي ملوش فيه. افتكر ان انت تنزل المجاري الاسبوع الجاي وتخلص من الجزء. لو الحكومه عرفت اللي حصل ده انا هتبهدل. انا حبست نفسي هنا في حاجه بتحصل. انا سامع كل الناس بتصرخ. الموضوع وقف بس انا مش عارف اي حته لغايه ما اعرف ان المكان امان ان انا امشي. وده بجد ميت. اوكي طيب وادي جيفري هارمون امريكي ذكر ابيض طوله 64 وزنه 160 اعتقد العكس المفروض. المفروض ان هو قتل تاتيانا في شارع بارلي يوم 20/7/2019 ومالوش اي سوابق اجراميه. الله يرحمك يا دي. ماشي بس برضه مش فاهم ايه اللي كان بيحصل في مكان من بره يعني. وليه مفيش انميز بتجري ورايا او حاجه؟ فين الاكشن؟ في قصه المره دي، في قصه عكس امبارح. بس فين الحاجه المخوفه اللي بتخليني اجري؟ ده السؤال. افتح يا عم. اوكي فتحنا الباب. ماشي معانا الخشب. انا ما اعرفش ده ساوند افكت ايه والله. مكتوب هنا سيف مي انقذني سيورز مجاري. انا نزلت مجاري على طول كده. طب ينفع اطلع مجاري تاني؟ ينفع اطلع مجاري تاني. اوكي معلش هطلع تاني بس لحظه واحده عشان في حاجه انا ما وصلتش عليها. هو ايه صوت الباب اللي اتقفل بكره انا طالع ده؟ انا في حاجه؟ انا مفيش حاجه، انا مفيش حاجه. طيب وده بيشتغل؟ ده مش بيشتغل. في حاجه هنا؟ اوكي اظن ان احنا امان، اظن ان احنا امان. ننزل تاني معلش طلعت ونزلت عيب بس يلا معانا تلت ساعه نعمل فيها اللي احنا عايزينه. انا اصلا بعد ما اسجل الفيديو ده عايز اعمل ستريم لماين كرافت المرعبه اللي احنا عاملين نعملها بقالنا كام يوم. اللي بيتفرج يعني جامده جدا والله. الستريمات بتحصل بالليل ماين كرافت مرعبه جامده جدا. في حاجة جريت. أنا بادئ هنا. أوكي فهمت. دي كده وكده دي وآخر واحدة. ولا العكس؟ يعني ممكن يكون لازم الحاجة العكس. هو مطور اللعبة دي عنده مشكلة تقريبا مع الألوان. امبارح حصل نفس الموضوع في اللعبة. الأخضر يعني يقفل والأحمر يعني شغل. خلاص بقى يا عمان. انا تقريبا شفت حد بيمشي كده والله اعلم. خلينا كده نشوف ده. لا مفيش حاجه هنا. حد هيطلع لي في وشي في الطرقات دي صح؟ والله ولا ايه؟ ما اصلا ما اطمنش. اهم حاجه ما يحصلش صوت عالي فجأه غير مبرر فاهمين؟ يجيب لنا ازعاج. انا ما بقتش عارف انا ماشي فين. اوه انا ماشي صح. برنس بيرنس. لا ده ديد اند. الكشاف في الحته دي مش كويس، مش مساعد اللعبه يعني. اوكي اوه هو كله مات.
يبقى ده اللي كان بيحصل في السجن بره والناس كانت بتحاول تهرب. تمام اتخضيت. اتخضيت ايه ده؟ ده اللي قتل الست؟ انا هولع فيه بالكحول والكبريت. ده رجله متاكله. كيلر اندينج. انت خلصت ده عن جيفري. هو مش للابد انت بامان بس حاسس بالذنب. ممكن ما كانتش دي الحاجه الصح اللي انت عاملها. دي نهايه من النهايات. لحظه ايه ده؟ انا يعني مش عايز من الاول طبعا بس ايه الجو ده؟ كيلر اندينج. لا اتبسطت صراحه. دي اتبسطت فيها شويه بس النهاية التانية اعتقد ان انا كنت استخدم السكينة عشان احرره بس ساعتها كان اللعنة بتاعته هتستمر وانا هتقتل بس ما كنتش حاسس بالذنب. فانا حاسس ان احنا نهايتنا على قد ما هي المفروض ان هي وحشة بس هي النهاية كويسة. فاهمين حاجة؟ يعني طلعت الوحش الشخص السيء بس هي كنهاية نهاية كويسة فا اصلا عادي. صح صح. على العموم اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا وانا هقفل هنا واشوفكم مرة جاية ان شاء الله في قناة بيستي منبه وبس كده. لاف يو اول. اشوفكم في الاستريمات. يا ريت يكون الاستريمات. و سلام. باي باي.